السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وبرنامجكم المميز جدا على قناتكم المميزة جدا وبرنامج ساعة شهية. النهاردة أولى حلقات برنامج ساعة شهية في رمضان 2020. أسأل الله جل وعلا أن يجعله شهرا مباركا على الأمة الإسلامية بأسرها، وكل عام وأنتم بخير. حقيقة وصراحة ولا أخفي عليكم ما يحدث، رمضان متغير؟ متغير. رمضان مش ستايله؟ رمضان مش ستايله. رمضان مش زي كل رمضان؟ رمضان مش زي كل رمضان، ولكن لا نقول إلا ما تعلمناه من ديننا، قدر الله وما شاء فعل. لابد أن نقابل الحياة بالرضا، لازم نرضى على أمور الدنيا حلوها ومرها. أنا مش عايز أخرج عن إطار إن البرنامج برنامج مطبخ، عايزين نشوف هنعمل إيه، هنتكلم عن إيه، أكلتنا إيه النهاردة، معانا إيه النهاردة، ولكن أنا عايز أبعث رسالة لكل العالم، لكل الأمة. رمضان ده امتحان لك، رمضان السنة دي امتحان لك، عشان يعرف ربنا سبحانه وتعالى منك انت راضي ولا مش راضي، انت ايه، انت مين، انت فين، انت ازاي. مفيش صلاة في المساجد، لكن في البيوت، اجعلوا بيوتكم قبلة. كده الاخلاص يظهر بقى. هل انت كنت بتصلي عشان بتروح تقابل زمايلك والناس والدنيا، ولا بتصلي لله سبحانه وتعالى؟ طبعا مش عايز اخش في المجال ده، انا هي رساله بسيطه وخير الكلام ما قل ودل. تعالوا نشوف بقى النهارده برنامجنا ساعه شهيه بيمتاز بايه. بيمتاز باكلاته البسيطه السهله المعروفه اللي احنا واخدين عليها من زمان، وارجع اقول واعيد واكرر كل عام انتم بخير. انا النهارده اخترت ثلاث اكلات كلهم أكلة واحدة، احنا ممكن نسميهم ميكس زي ما هو متداول بين الناس، كفتة وفراخ ولحمة. ولكن لو رجعنا كده لزمن الطبخ الجميل وأيام زمان، وجدتي وجدتك وأمي وأمك بارك الله فيهم جميعا وربنا يديهم الصحة ويرحم من مات منهم، كانوا بيعملوا حاجة كانوا بيسموها، احنا هنا بيسموها يخنة، في بعض البلاد العربية بيسموها يخنة بالهاء، ولكن هي كانوا بيقولوا عليها يخني. اليخني ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن أكلة كده بسيطة جميلة كلها ايه؟ زي ما بنقول ني في ني، طازة في طازة. بيجيبوا يعني خضار، بطاطس على كوسة، على فلفل، على طماطم، حتى لو عندك بتنجان بتحط عليها بتنجان مفيش مشكلة. ولكن تعالوا بقى واحدة واحدة كده نشوف احنا هنعمل ايه ونبسطها ازاي. مع رز بسمتي كده أساس السفرة في شهر رمضان. وما ننساش طبعا أجواء رمضان الجميلة مع طرط الكنافة السادة الجميل الممتاز. طبعا الكنافة أنواعها كتيرة وأشكالها كتيرة، ولكن أنا النهاردة قلت في البداية ناخد كده طرط الكنافة السادة اللي هو عبارة عن كنافة، حبة سكر، حبة سمنة، بنقلبهم في بعض، بنحطهم في الصينية في الطرط بتاعنا، بندخلهم الفرن بتتحمر، بنطلع بنسقيها الشربات، بنزوق زي ما احنا عايزين، ممكن شرايح مانجا، ممكن قشطة، أي نوع من أنواع الحلويات عليها، فراولة، أي نوع من أنواع الفواكه عليها، شوكولاتة، أي حاجة كده إيه نغير بها إيه الشكل بتاع الكنافة. ومعنا طبعا النهاردة نوع واثنين وثلاثة عصير، وبرضو قلت ايه نجيب العصير ايه اللي هو اللي مش صعب، الحاجة السهلة اللي متواجدة في الأسواق عندنا في السوق جوافة، وطبعا عملنا عصير هنعمل عصير الجوافة، وعندنا طبعا شهر رمضان لازم التمر الهندي، فده أساسي على كل سفرة، وطبعا والسوبيا والمانجا، عصير كتيرة جميلة جدا. ولكن تعالوا نشوف النهاردة احنا هنعمل ايه. احنا بدأنا في بداية حلقتنا كده وانا شغال واحنا بنجهز قبل الهوا، بدأت ايه عملت الرز البسمتي بتاعنا اهو معايا على النار عشان ايه الوقت بتاعي ما يسحبش مني. طبعا الرز البسمتي معروف بسيط وسهل مشهور جدا في الدول العربية، وخاصة عندنا في مصر في المطاعم
اللي بتقدم الاكل بالنكهه العربيه. احنا بنجيب الرز البسمتي اللي الكيلو بياخد بياخد الضعف، بياخد 2 لتر ميه، يعني الكيلو بياخد 2 لتر ميه وممكن يزيد حسب نوع الرز. و بليته حوالي نص ساعة، لازم أبل الرز يا جماعة أنقعه في مية نص ساعة عشان بيسهل السوى معايا، ولما أجي أسويه ما يطلعش ناشف مني. نبدأ النهاردة نشوف إيه هنعمل إيه بقى، إيه طريقة اليخن اللي أنت بتقول عليها دي، بسيطة وسهلة. أولا أهوت إحنا مجهزين النار، وبجيب طاسة على النار وبحط فيها زيت، بجيب طاسة على النار وبحط فيها زيت. أي مادة دهنية عندي يا جماعة بشتغل بيها، وبيفضل عندي الزيت. وبقطع بصل، وياريت أستخدم يا جماعة البصل الأحمر، البصل الأحمر جميل جدا ومهم كمان يا جماعة لمرضى السكر، البصل مهم لمرضى السكر، هو مضاد حيوي عالي جدا، مضاد حيوي عالي جدا. يبقى أنا بدأت معايا حطيت الطاسة على النار، يلا كده يا جماعة ونرجع ونقول الدنيا حلوة زي ما عودناكم وزي الفل. أنا خدت بصلة واحدة هيت معايا وعندي الزيت على النار، ونبدأ كده نشوف هنعمل إيه. الزيت يسخن أبدأ أقلب، أكون أنا مجهز عندي فلفل، عندي فلفل اخضر، لو عايزه سبايس بحط فلفل حار، اهو بقطع حلقات كده اهو واحده واحده مع بعض اهو، ادي فلفل حار، ولو عندي فلفل رومي مفيش مشكله عشان يبقى بارد، عايز اشيل الحار خالص لو عندي اطفال مفيش مشكله اهو معايا الفلفل. يبقى كده خليكم معايا واحده واحده. احنا عملنا ايه؟ احنا حطينا الزيت وحطينا عليه البصل. يا جماعه الخلطه دي هتكون معايا للتلات انواع اللي عندي، هتكون معايا في التلات انواع اللي عندي، اللحمه والفراخ والبانيه. اشيل الحله دي كده ونبدا ناخد طاسه تاني كده صغيره ونحط فيها زيت ونشوف هنعمل. احنا عايزين نشتغل كله مع بعض عشان نسهل على ست البيت الدنيا، تمام اهو كده رفعنا النار هنا وحطينا برضو زيت معايا. طب ممكن اشتغل بسمنه؟ اه ممكن اشتغل بسمنه، ممكن اشتغل بزبده، اه ممكن اشتغل بزبده. انا باخد هنا البانيه، تمام اهو، ابدا كده احط واحده واحده في الزيت. استاذه ايه اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، انت طيبه؟ رمضان كريم. الله اكبر. حضرتك كنت عايزه طريقه البقلاوه. البقلاوه احلى بقلاوه عليك، كل سنه وانت طيبه. شكرا لاتصالك. عايزه حاجه تاني؟ لا شكرا. تابعينا ونقول لك طريقه البقلاوه سهله وبسيطه ان شاء الله. اول متصله معانا عايزه طريقه البقلاوه، وادي يا جماعه عشان بس ما تتوهوش مني، خدوا بالكم عشان الاكله ديت بجد خفيفه ويعني مش محتاجه مجهود جامد. تمام اهو كده النار بتاعتنا هنا شغاله، تمام اهو كده بقى احنا حطينا ايه يا جماعه؟ واحده واحده كده معايا، حطينا البصل، وهنا بقى ايه معد الفلفل، بنزل بحبه بهارات. البهارات بتاعتي بسيطه وسهله. ايه هي؟ بسيطه وسهله. عندي فلفل اسمر، ده اساس المطبخ الشرقي المصري، وعندي الكزبره لا خل لا غنى عنها في اي بيت، ملح اهو، تمام. طب ليه انا بحط البهار بتاعي، البهارات بتاعتي، التوابل بتاعتي في البدايه؟ يا جماعه التوابل اخد تستها كلما اتحطت في ماده دهنيه تسخنها، بتنفعل وبتطلع الروائح الزكيه اللي فيها. انا عندي كزبره، وعندي فلفل اسمر، وعندي كمون، تمام. احنا هنا اهو الفراخ بتاعتنا واحدة واحدة معانا، و اهو تمام بنديها صدمة كده. طبعا انا عندي هنا اللحمة عشان الوقت برضو ديت مسلوقة يا جماعة، مسلوقة ومتشوحة بفلفل وبهارات اهي جاهزة معانا اهي، تمام اهي. والكفتة بتاعتنا جاهزة
تمام. انا مجهزها برضو عشان وقت برنامجنا، لان الحاجات البسيطه السهله اللي ست البيت بتبقى عارفه خطواتها، فمش محتاجين ان احنا نشرح تاني. اللحمه بتتسلق وتتشوح في الزيت، كل ست بيت عارفاها. الكفته عندنا بتتصبع او بنعملها كور حسب ما انت عايزه، كفته زي الداود او كفته السيخ، وبنحطها في صينيه وبندخلها الفرن بتستوي وبتطلع معانا بتبقى ايه تمام وزي الفل. لان في حاجات كده ستات البيت خلاص حفظتها وعرفاها، فاحنا مش لازم نعيدها ونكررها تاني. اه لو عندنا اكله عاوزين نعلم ست البيت تضيف نوع بهارات ايه، تظبطها ازاي، اه بنقول وبنتكلم عنها كده يا جماعه اهو. تمام، وادي عندي البطاطس، ركزوا معايا كده واحده واحده يا جماعه، اهي معايا البطاطس انا بشوحها كده اهو. تمام، الكوسه بستنى عليها شويه لان البطاطس بتاخد وقت في السوى عن الكوسه. مع العلم ان انا ممكن اديكي تكايه بسيطه النهارده، ان البطاطس ديت خرطيها مكعبات واسلقيها، بلاش تحطيها نيه عشان ما تاخدش معاكي وقت. ليه احنا بنقول نسلق كل حاجه على حده او نجهز كل حاجه على حده؟ اولا حفاظا على القيمه الغذائيه بتاع الاكل. تمام، ركزي معايا في المعلومه دي يا ست الكل بالله عليك. بنقول بنسلق كل حاجه وحدها ليه، او بنسوي كل حاجه نص سوا وحدها ليه؟ اولا حفاظا على القيمه الغذائيه بتاع الاكل بتاعتي. انا لما بدخل كل حاجه في بعضيها بضطر ان هي تاخد وقت معايا كبير جدا على النار، فبالتالي كل ما الحاجه بتزيد سوا كل ما تفقد قيمتها الغذائيه. كل ما الحاجه بتزيد سوا كل ما تفقد قيمتها الغذائيه. ناخد بالنا من الحاجات ايه البسيطه دي. اه في ناس ما بتحبش الاكل ناقص سوى، اه معاك، في ناس ما بتحبش الاكل ناقص سوى ولازم الاكل يستوي، اه لازم الاكل يستوي. ولكن يا ست الكل انا بقول لك نصيحه، ان كلما كان الاكل لدرجه 80% او 90% سوى ده بيبقى رائع وممتاز جدا، وقيمته الغذائيه زي ما هي ما فقدتش كتير. مع العلم ان لونه ما بيتغيرش الا بعد ما يستوي تماما لون الاكل. اهو باخد كده واحده واحده اهو، شرائح اللي عندي هي دي شرائح البانيه، باخد تاني اهو واحده واحده كده معايا بنفس الطاسه لحد ما اخلص الايه شرائح البانيه اللي عندي، شرائح الصدور الجميله اللي عندي اللي هي ايه معايا. طب يا شيف انت كده اشتغلت وجايب كل حاجة ايه متجهزة؟ لا يا ست الكل، انا مجهز الحاجات اللي هي انت مش هتسألي عليها لان انت كده كده عارفاها. ماشي، مقطع بطاطس مكعبات حضرتك عارفاها، وباخد الكوسة اهو، يلا خليكي معايا كده واحدة واحدة اهو، باخد شرائح الكوسة معايا. ده يا جماعة حاجات كده ايه زمن الطبخ الجميل بتاع زمان. تمام، اخبار الرز البسمتي معانا ايه؟ يا سلام، النهارده بقى ايه واحد حبيبنا هنا هياكل رز لما يقول لي الله ينور عليك يا شيف. تمام، واخد بالك يا عم الشاهد حبيبي. ومعانا هنا يا جماعه اهو تومه، فص توم انا بقطعه مش بهرسه، انا بقطعه مش بهرسه، فص او اتنين معانا كده اهو واحده واحده اهو. تمام، زي ما انتم شايفين باخده كده على راس السكين. التوم ده بقى ايه في الاكل كده ايه بيديني ميزه وجمال وتست عالي قوي، بس بخلي بالي اني باخد التوم في اللحظات الاخيره في الاكل. ليه؟ عشان التوم لما بيزيد سوى بيفقد رائحته تماما وتسته. تمام، حتى لما اجي اعمل طش التومه للملوخيه او للباميه او لاي نوع من انواع الخضار عندي، احاول بقدر الامكان ان انا اعمل ايه ما اخليش التومه تسمر مني، يا دوب تبدا البياض بتاعها يغير ويدخل على صفار خلاص كده التوم معايا التست بتاعه. انا شوف اول ما حطيت التومه وبدات تتقلب الريحة طلعت معايا، وجماعة في الاستوديو اهوت عاملين يشاور له ويقولوا له الله ينور عليك يعني انت كده ايه مش هتخلينا نقعد للمغرب، هو كده كده الاكل ليكم يا جماعة. تمام اهو احنا كده معانا اللحمة. طيب يا جماعة سلقناها ازاي؟ اهو اقول لك برضه يا ست الكل عشان ما تروحيش مني بعيد.
اللحمة أنا بجيبها أقطعها مكعبات صغيرة وبرمي حبة زيت على النار، بقطع معاها فلفل، بقطع معاها بصلة وببدأ أشوحها، بديها فلفل، كزبرة، كمون. أنا شغال الطبخة دي بالذات عشان ما غيرش طعمها، تمام. أنا شغال على البهارات اللي كانت جدتي وجدتك بتستعملها، اللي هو الكمون والفلفل الأسمر، تمام، والكزبرة والملح، دول موجودين في أي بيت عشان يديني الطعم الأصلي بتاع اليخني اللي أنا بعمله النهاردة. فشوحتهم بقرن فلفل وبصلايا، تمام، حبة فلفل وبصلايا، وحطيت عليها كمون وفلفل أسمر وكزبرة، ونزلت بمية بس مش مية كتير، واحدة واحدة لحد ما بدأت إيه تستوي معايا أهو، تمام. طيب أنا كده أهي أخد اللحمة عشان هي بتاخد معايا سوا، إحنا قلنا مسوينا من الأول، وبنزل أهو كده معاها. مين معايا؟ مدام ندى. السلام عليكم. مدام ندى اهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا فندم، اتفضلي. ممكن تقول لي الرز البسمتي عملته ازاي، وتقول لي التوابل اللي حطيتها فيها؟ عيني حاضر، عيني حاضر. اموريني اي حاجه تاني؟ تتبيله الكفته ايه؟ تتبيله الكفته، ماشي يا فندم، حاضر. الرز البسمتي وتتبيله الكفته حالا، انا كنت خلصت اللحمه وداخل على الكفته دلوقتي. ماشي يا فندم، متشكرين جدا لاتصال حضرتك. تمام يا جماعه، الرز البسمتي انا جبت الرز البسمتي حطيته في الميه، بليته، قعد معايا تقريبا نص ساعه تلت ساعه، تمام. عندي ميه اللي هي بقت عندي من اللحمه وزودتها ميه تانية، يعني مش الخلاصه بتاع اللحمه كلها، مش الشوربه كلها، لا، التشويحه والميه اللي بقت بعد ما اللحمه استوت خدتها حطيتها على النار. طبعا قرنفل، حبهان، قرنفل وحبهان وقرفة، قرنفل وحبهان وقرفة، ثلاث أنواع، وملح. معانا حد تاني؟ أستاذة مريم أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله رب العالمين، تمام، اتفضلي. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبة. منين يا مريم؟ أنا كنت عايزة أقول لك، كل ما أعمل الكيكة بتطلع نية. كل ما اعمل الكيكة بتطلع نية، واللي يخليها لك ما تطلعش نية يا مريم ايه؟ واللي يخليها لك ما تطلعش نية، تجيبي لي حتة كيكة. الو يا مريم. مريم مشيت، ومعانا فاطمة من الشرقية. اهلا وسهلا يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تعلي صوت حضرتك شوية يا فاطمة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ربنا يبارك في حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. أموريني يا ست الكل. ايه؟ أموريني معاكي، اتفضلي. الأمر لله واحد. لو سمحت عايز أعرف طريقة الكيكة. الكيكة؟ باجي أعملها بتبقى تحس إن هي معجونة كده في بعضها، مش بتبقى حلوة. طيب أخبار الفرن عندك إيه؟ إيه؟ أخبار الفرن عندك إيه؟ المشكلة دي دائما في التسوية. لما تطلع نية، يا اما دخلناها يعني يا اما دخلناها على درجه يعني حراره واطيه، فهبطت مني فمسكت في بعضها، ما رفعتش، ما فرغتش معايا. يا اما دخلت على درجه حراره عاليه، فبالتالي سوت فوق وسوت تحت وفي النص، فحضرتك فتحت لقيتيها مستويه طلعتيها، فهي لسه عجينه. انا اقول لحضرتك تعملي ايه؟ ماشي، ربنا يبارك في حضرتك. اهم شيء يا جماعه في الكيكه ان هي في دي فعلا مشكله، ولكن المشكله بنسبه 70 او 80% مش عند ست البيت، او مش عند المقادير، او مش خاصه بالمقادير، يعني ان انا ما ظبطتش، لا، بترجع عوامل المطبخ كلها على الوسائل المساعده. الوسائل المساعده اللي هي المطبخ اللي انا واقف عليه، الفرن اللي انا بسوي عليه، الطاهي اللي انا شغال عليه، المعدات اللي انا بشتغل بيها، هي دي اساس المطبخ. اما تركيبه الاكله او تصنيف الاكله، اي حد جدا يمكن اي حد بسهوله وببساطه جدا يدخل المطبخ ويعمل اكله وتبقى زي الفل. في ناس كده متخصصه هوايتها انها تخش المطبخ وتعمل اكل، هو مش طباخ ولا شيف ولا اي حاجه، ولكن بيخش يعمل اكل ويبقى ايه زي الفل. فانا اول حاجه عندك في الكيكه هنشوف الفرن. الفرن درجه حراره بتاعته بتبقى 180. طب انت ما عندكيش تايمر، فبالتالي بيصعب عليكي انك تعرفي انا كده الفرن معايا وصل لدرجه حراره 180 او ما وصلش 180. هقول لك، احنا المفتاح اللي انا بفتح بيه
خليه كده على الصفر، هو كده مقفول. ركزي معايا يا جماعه وركزوا معايا كده، المفتاح بتاع الفرن او اللي انا هفتح عليه الشعله بتاع النار كده مقفول، تمام؟ خلاص انا هبدا افتحه لحد نصه. لحد ايه؟ لحد نصه. لو ما عندكيش تايمر، انا كده بتكلم على اللي هو ما عندوش تايمر او ما عندوش اي حاجه او ما عندوش ترقيم، لحد نصه خلاص. هو وصل معايا كده لدرجه حراره 90، لدرجه حراره 90. باخد بعد النص بحبه بسيطه، يعني تلت، يعني بفتح المؤشر واسيب تلته، بفتح المؤشر كله واسيب تلته، ما بتروحش لاخر، وبولع الفرن قبل ما ادخل الكيكه بربع ساعه واقفله. درجة الحرارة هتوصل لعيا 180 ممتازة، وهتعدي معايا لحد درجة لمية لميتين. أنا بفتح الفرن بحط صينية الكيكة، بيكون طلع معايا نسبة سخونة من اللي هي موجودة داخل الفرن، فبالتالي بيكون أنا فقدت 20% أو 30% من إيه؟ من الحرارة بتاعتي. فلما بقفل الفرن فالنار بتتجمع تاني داخل الفرن، فبتوصل معايا لدرجة حرارة 180. فده الوقت ده بيكون عامل اساسي ان هو يغطي السخونه، وما بفتحش الفرن نهائي على الكيكه لمده لا تقل عن 16 17 18 دقيقه، ما بفتحش الفرن اقل من كده. طب لو انا شفتها من الازاز الكيكه بتاعتي اسمرت كده وخلاص هتتحرق، لا مش هتتحرق يا ست الكل، ولو اتحرقت خليها زي ما هي وشيلي الجزء اللي فوق ده بالسكينه. احسن ان الجزء اللي فوق ده يتحرق ويتشال بالسكين، افضل من ان ايه تطلع نيه وما نعرفش كلها وتترمي ايه كلها. ماشي يا ست الكل. وبالنسبه للرز قلناه تمام. وبالنسبه لتتبيله الكفته احنا كده دخلنا على اللحمه وخلصناها، ومعانا ايه صدور الدجاج اهيت يا جماعه مطلعينها ايه زي الفل. انا عايزكم بس ايه تركزوا معايا انا هعمل ايه هنا. تمام كده اهوت معايا ده صلصه طماطم، ده صلصه طماطم اهي بنزل بيها اهو واحده واحده كده. اهو تمام ومعايا تمام. يبقى انا كده عملت ايه اليخني بتاعي اهوت، حطيت الخضار وبعد كده حطيت اللحمه. ناس تقول لي طب ما انت حطيت الخضار واللحمه بتاخد وقت، ما احنا اتفقنا يا جماعه ان احنا سلقين اللحمه ومسويينها قبلها. انا كده بسيبها معايا تمام، بزود زيت واكمل كميه الفراخ اللي عندي عشان اشوف انا هعمل ايه وادخل معاكم على الكفته. تمام موضوع النهارده بسيط وسهل، واكله فعلا لو عملتوها هتحسوا ان انتوا ايه عايشين بقى في ايه في ايام زمان، ونفتكر اجواء رمضان بتاع زمان يا جماعه، وتبقى معاكم الدنيا حلوه وزي الفل. نخش بقى على الكفته ونشوف اخبار الكفته ايه. اهي يا جماعه الكفته اهي. نعم استاذه ياسمين اهلا وسهلا بحضرتك. الو الو استاذه ياسمين. الو الو انا سامعك، انت سامعاني؟ ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين تمام. سامعاك. ماشي اتفضلي انا معاك اهو. طيب ممكن طريقه القطايف؟ ممكن ونص كمان، ليه مش ممكن؟ انت منين يا ياسمين؟ طيب يا ريت تكتبها لي او تقولها استجابه. حضرتك منين يا ياسمين الاول؟ كل سنه وانت طيبه. ياسمين لسه معايا؟ شكرا يا ياسمين. اقول لك القطايف حاضر. طب ما تجيبها جاهزه يا ياسمين وتريحيني. ام دعاء اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. انا وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. الله يخليك. ربنا يبارك في حضرتك. اللهم امين. الله يخليك يا رب. ممكن اعرف حضرتك طريقه البسبوسه بتطلع ناشفه معايا؟ البسبوسه بتطلع ناشفه معاكي ليه؟ مش ما بصراحه ما اعرفش اعمل بسبوسه. انت منين يا ام دعاء؟ شكلك صعيديه. انا من جنة. من جنة. انا من جنة. شفتي بقى القلوب بتحن ازاي؟ الله يخليك يا رب. ربنا يبارك فيك وكل عام وانتم بخير. اهل الصعيد اهل كرم. نعم؟ والله لسه أم دعاء معانا؟ لا. شكرا يا أم دعاء. مين معايا يا جماعة؟ أستاذنا، إزيك يا أستاذنا؟ الحمد لله على السلامة. إيه يا عم فينك يا عم؟ سايبني الأستاذ ناصر الشاهد عمالي
يخضوا فيا من ساعه ما دخلت. حبيبنا يا استاذنا كل عام وانت طيب. اه يا سلام على الرز البسمتي وجمال الرز البسمتي. شوف شوف شوف. انا صايم فبالتالي مش هعرف اكل ولا هعرف ادوق ولا يعني مش عارف اعمل ايه. اهو اهو يا جمال الرز البسمتي شايفين. انا عملته النهارده ابيض. ليه عملته ابيض النهارده؟ عشان الشعب المصري بطبيعته تمام بيحب الحاجه على صلها البلدي يوكل زي ما بنقول. تمام تمام. طيب انت معاك ايه تاني النهارده يا شيف؟ هقول لكم انا معايا كده احنا ماشيين مع بعض واحده واحده يا جماعه. النهارده رز البسمتي يا ست الكل انا حطيت له قرنفل وحبهان وقرفه وملح، ما حطيتش حاجه تاني، مع الجوسي او الصوص اللي نزل من اللحمه اللي انا سويتها. قلت لكم سويناها ازاي، بحبه فلفل مع الكمون مع البهارات بتاعتنا الجميله الكزبره الحاجات البلدي بتاعتنا دي. تمام. بعد ما اللحمه استوت طلعتها بيبقى كده يتبقى عندي شويه يعني شوربه او صوص كده. تمام باخدهم بزود عليهم الميه، بحط القرنفل، بحط الحبهان، بحط القرفه، وبظبط وبحط الملح بتاعي. لكل كيلو رز بسمتي معلقه كبيره اللي هي معلقه الطعام ملح، معلقه الطعام ملح. ماشي يا ست الكل كده خلصنا الرز البسمتي. الكفته بقى يا جماعه، وما ادراكم ما الكفته. الكفته الاجله البسيطه السهله الجميله اللي كل المصريين بيعشقوها. نعم الكفته دي حاجه كده ايه جميلة جدا، اختراع ممتاز. الكفتة انا بجيب، لو عاوز اجيب كفتة جاهزة بلاش اجيب الكفتة الجاهزة باسم كلمة كفتة، يعني ما اجيبهاش متدربة جاهزة. ليه؟ نخرج عن المشاكل والخلافات. انا باكلهاش جاهزة، انا تتبيلتها مش عجباني. لا انت ممكن تجيبيها وتتبليها في البيت. بتجيبي لحمة مفرومة، بس ما بين يعني اللحمة المفرومة تخلي مثلا ايه الجزار اللي هتجيبي منه يفرمها لك مره واتنين عشان تبقى ناعمه معاكي. تمام، عشان تبقى ناعمه معاكي ولما تيجي تستوي تبقى ايه مستويه كده وحلوه، ما تبقاش ناشفه ومرمله. تمام. استاذه اسراء اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله يا رب العالمين. ازاي حضرتك؟ انا بتابع كل حلقاتك والله. ربنا يبارك فيكي، انا سعيد جدا والله. انا اسعد ان انا كلمتك اصلا. ربنا يبارك فيك، الله يكرمك، تسلمي لي يا زوج. بص يا شيف، انا ليه عندك سؤالين. اتفضلي، خليهم ثلاثة. اول لا هو اتنين بس. اتنين بس؟ طيب يبقى لسه انا شوية. اول حاجة عايزة طريقة الكيكة الاسفنجية. الكيكة الاسفنجية، حاضر. صعيدية شكلك برضه. ايوه. منين بالصعيد؟ اسوان؟ الو؟ من جنة. من جنة؟ لا من جنة. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بأهل البلد. أمري كيكة الإسفنجية. ماشي. ها والكنافة بالقشطة. والكنافة بالقشطة ده احنا عاملينها دلوقتي يا قشطة. تمام ماشي. ربنا يبارك في حضرتك. تابعيني دلوقتي وأقول لك يا ست الكل. ربنا يبارك في حضرتك. تمام. النهاردة يا جماعة أهو بصوا كده معايا، أنا خلصت الفراخ بتاعتي أهو. أنا عندي النهاردة معايا نوع من السلطة جميل وبسيط وسهل ومتدخل في نفس الأكلة. البطاطس المكعبات اللي احنا سلقناها خدنا منها شويه كده شلناهم على جنب. ليه؟ عشان نعمل منهم اكله تانية. اهو اهو دول ايه حبه بطاطس مكعبات. حبه بطاطس مكعبات دول حطيتهم فين يا شيف؟ حطيتهم مكان الفراخ عشان اخد تيست من الصوص اللي نزل من الفراخ. انا سلقها وجهزها مكعبات، بس هنا ايه عشان اخد طعم تتبيله الفراخ. ادي حبه كمون، ادي حبه فلفل اسمر، تمام، وادي كزبره. ناخد مين؟ فاطمه. استاذه فاطمه اهلا وسهلا بحضرتك. وطينا ايه؟ الحمد لله رب العالمين. وطينا التلفزيون شويه وكلمينا من التليفون. ايوه يا شيف، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا ست الكل. انا معاك، اتفضلي امريني. عاوز طريقه عمل الجلاش بالبسبوسه. يا جماعه كله كده عاوز، مفيش حد يديني حاجه. حاضر هديك من عينيا. ربنا يبارك في حضرتك، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. طيب انت عايزه طريقه الجلاش
بالبسبوسه، بسيط وسهل يا جماعه. حاضر حاضر، يا ريت كده ايه نشوف احنا كده عندنا كام سؤال عشان نجاوب الدنيا ما تهربش. بس انا ايه مركز قوي في الاكله بتاعتي النهارده عشان مفيش حاجه ايه تتوه مني ويبقى سيبنا حاجه. تمام، اخد كده ايه طبق عندي كده جميل اللي هطلع فيه البطاطس عشان كده هنعمل ايه حاجه كده ايه بسيطه وسهله. تمام، احنا ايه البطاطس اهي شايفين يا جماعه معايا. خلاص انا كده ايه شوحت البطاطس المسلوقه عندي، اخدها واحده واحده. منار، ميار، اهلا وسهلا يا ميار. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله يا رب العالمين. ازاي حضرتك؟ ممكن سؤال؟ اتفضلي. طريقه عمل البيتزا. البيتزا؟ انت هتاكلي بيتزا في رمضان يا ميار؟ ايوه. انت بتحبي البيتزا؟ اه. خلاص نعمل لك البيتزا. عايزاها بيتزا ايه؟ شكلك بتحبي البيتزا، بيتزا بالجمبري صح؟ ميار لسه معانا؟ اه. ماشي يا ميار، عايزه البيتزا بايه؟ بالجمبري؟ بالجبنه. اه زي الفل. عايزه بيتزا تشيز. حاضر، عينيا يا ست الكل، عينيا يا ست الكل. لسه معانا يا ميار؟ اه ادينا حضرتك. نعم؟ حضرتك. انا مش سامع حد يسمع. طيب يا جماعه نرجع لمعانا لطبختنا. شكرا يا ميار، متشكرين جدا. نشوف كده يا جماعه اليخني بتاعنا هنا اخباره ايه؟ اهو اهو اهو. يا سلام يا سلام. الله يا جماعه، هو بس الوقت صيام، كنت انا اكلت كده وقلتكم يعني ودخلتكم الشعور اللي انا فيه دلوقتي. بصوا يا جماعه السلطه بتاعتنا اهي، ادي جزر. تمام، خدوا كده معايا واحده واحده. ادي مين؟ ام عصام. اهلا وسهلا يا ام عصام. اهلا بيك يا شيف، كل سنه وحضرتك وحضرتك طيبه. اهلا وسهلا بحضرتك، منور الشاشه والله. ربنا يبارك في حضرتك، ده نورك ولون اتصالك. ربنا يختم ما بين ايديك يا رب. امين يا رب العالمين، ربنا يبارك فيك يا امي. لو سمحت معلش بعد اذنك، عايزه دلوقتي بس طريقه الكيكه العاديه. حاضر. وطريقه الكنافه. الكنافه عينيا. حاضر، احنا معانا كنافه. احنا معانا القشطه الكدابه. والايه؟ اللي هي بالقشطه الكدابه. احنا معانا فعلا النهارده الكنافه. تمام، معانا الكنافه بالقشطه، يا ريت تتابعيني هنشرحها دلوقتي. تمام، متشكرين جدا وشكرا لاتصال حضرتك يا ام عصام. بصوا يا جماعه اهو، بصوا انا دايما بمتاز ايه يعني ان احنا عايزين نبقى ايه كده ايه البساطه. بصوا ادي كده قطعت جزر مكعبات اهو. طبعا الجزر هيديني قيمه غذائيه برضو يا جماعه في الصيام ده اهو. ونركز كده ايه شويه للاولاد على الخضار، نزود جزر مفيش مشكله عندنا اهو. ماشي، نزود جزر يا جماعه عشان ناخد طبق سلطة غني بالألياف والمعادن اهو. تمام، ادي معايا الجزر اهو، ادي كده البطاطس سلقناها. تمام، وخدنا التست بتاعها. تمام، وكده بجيب اهو فلفل معايا بارد اللي احنا بنسميه فلفل رومي اهو. ليه؟ عشان عاوزين الاولاد تستنفع بالنشويات اللي معايا في البطاطس وبالقيمه الغذائيه اللي في الجزر. تمام، والفلفل هنا بيظبط الكوليسترول، فاحنا عاوزين نقدم قيمه غذائيه متكامله. معايا مين؟ استاذ محمود. اهلا وسهلا. أيوة. استاذ محمود. تمام طيب يا شيف، ربنا يبارك في حضرتك وحضرتك طيب. تمام طيب، ورمضان كريم. الله اكرم يا حبيبي، ربنا يا رب يشفي الناس ويشفي الدنيا كلها يا رب. امين يا رب، ربنا يرفع البلاء يا رب، وان شاء الله نعود كده الى الحياه الطبيعيه بتاعتنا يا رب. وكل عام ومصر كلها امنه يا رب. امرني يا حبيبي. ربنا يخليك، انا بطمن بس يا شيف وبسلم على حضرتك. ربنا يبارك فيك ومتشكرين جدا، وربنا جميل قوي، ربنا يستجيب لك ويسمع منا ويرفع الغمه عن بلادنا وعن
بلاد المسلمين ويحمي مصر يا رب، ورجالة مصر وكل الناس اللي في مصر يا رب، وجيش مصر وشرطة مصر وشعب مصر وإعلام كل حاجة في مصر، احنا بنحب كل مصر، وأقباط مصر ومشايخ مصر وأساتذة، كل حاجة في مصر يا جماعة احنا بنحبها. الوطن لا يختلف عليه اثنان. حبيبي ربنا يبارك فيك. وصلت أنا كده؟ حبيبي اهو يا جماعه شايفين كده البساطه الجميله في طبق السلطه بتاعي ده اهو، تمام، الخاص بتاعي اهو، تمام، زي الفل كده يا جماعه، اهو اهو، تمام. نروح بقى كده ناخد حبه خضار لابد منها بسيطه، طبعا الاولاد ما بيحبوش الخضار، لكن احنا ايه عاوزين يعني ايه نقول ايه نضحك عليهم ونحط لهم الخضار في الاكل من غير ما يعرفوا، يعني لما اقدم لهم طبق سلطه كده بسيط وجميل وسهل وعليه حبه خضار ان شاء الله مش هي ايه مش هيقولوا لا، لازم افنن وابدع. ممكن تكون هي الاكله بس انا قدمتها بطريقه مختلفه، قدمتها بمنظر مختلف، قدمتها يعني بحاجه كده حلوه وبسيطه اهو، شايفين اهو، ادي ده طبق سلطه عندنا ممتاز، متكون من بطاطس وفلفل، تمام، ولسه بقى هنجيب الخيار معانا اهو كده يا جماعه، خليكم معايا واحده واحده، اخد كده اهو خياره، تمام، مع الخضار بتاعنا الجميل اهو، تمام اهو، خضار مع الخيار، حاجة كده ايه خفيفة كده في شهر رمضان المبارك اهو كده، وده بقى طبق سلطة اللي هياكله هيدعي لي، تمام اهو، تمام كده، ناكل كده ايه، يبقى كده عندنا اول ايه حاجة، واللي هي المادة الرئيسية معانا في شهر رمضان اللي ما بتخلاش السفرة منها 30 يوم، لازم طبق السلطة يكون متواجد معانا. طبعا البهارات كمون على السلطة فقط، وخل وليمون، كمون وخل وليمون اهو، ادي الليمون معانا اهو، تمام، ويبقى كده احنا ايه قدمنا طبق سلطة غني جدا وحلو معانا وزي الفل. طب انت مش عايز تحط طماطم ليه؟ ما تستعجلوش يا جماعه عليا اهو، بس انا هعمل لكم كده ايه عشان اقول لكم نقدم بطريقه تختلف شويه عن اللي احنا بنقدم فيها عشان بس نجذب الاولاد ياكلوا اهو بطريقه كده ايه سهله معانا وبسيطه اهو، تمام، في نفس الوقت يعني في ناس كتيره جدا بتحب السلطه الطماطم فيها تكون خفيفه اهو، طبق سلطه كده معانا اهو متكامل، تمام اهو، بسيط وسهل، واهو يا جماعه، تمام، نحرك بقى كده ايه طبق السلطه بتاعنا كده لقدام شويه عشان نشوف وهنرتب هنعمل ايه تاني. ادي طبق السلطه بتاعنا الجميل اهو، تمام تمام، اروح كده ايه اشوف اخبار اليخني معايا. اول حاجه اليخني معايا ايه، قلنا معانا يخني لحمه اهو، تمام، ويخني فراخ اهو، هاخد بس كده ايه حاجه كده على السريع معايا. نعم ابو يحيى، الو، ايوه ابو يحيى، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، صوتك طيب. اتفضل، وحضرتك طيب؟ تفضلك الله. الله يكرمك، امرني. عايز اسال الكريمه تتعمل ازاي؟ الكريمه؟ ايوه. عينيا يا ابو يحيى، عينيا. الله يخليك. عينيا. خليك معانا يا ابو يحيى هنا بقى عشان ايه اليخني بتاعنا كده ايه يستاهل ايه اتصالك الجميل ده علينا. ربنا يبارك فيك وكل عام وانت طيب يا حبيبي. اهو شايفين كده انا عملت ايه، قطعت بصل شرايح
اهو جوليان كده جميل تمام. وبعد كده خدته حطيته هنا في الطاسة الجميلة بتاعتنا ديت اهو تمام. اسيبه استاذ سيد. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجم الحبيب. حبيبي ربنا يبارك في حضرتك. ابو يادم معاك. استاذ سيد امين يادم متشكر جدا لمتابعتك الجميله واتصالك الجميل وربنا يبارك فيك. شباب الثانيه كله عمال يتفرج عليك يا مولانا. حبيبي ربنا يبارك فيك وربنا يزيدكم من فعل الخير اللي انتم بتعملوه ومبادراتكم الجميله في تطهير البلد والقريه، جزاكم الله عنا خيرا. وان شاء الله قريبا اتي بكم الى هنا ونتكلم عن المبادره الجميله بتاعتكم دي في تطهير القريه والثلاث قرى المجاوره. ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. جهد فعلا مشكور، جهد فعلا مشكور بالمجهود الذاتي والتبرع الخاص من جيوبكم، جزاكم الله عنا خيرا. ربنا يبارك في حضرتك. اتفضل انا معاك يا استاذ سيد. والله يا شيخ يا ريت عايزين وصفه المكرونه بالبشاميل بطريقتك كده. عيني حاضر. بس انت بتحب اليخني ولا لا؟ لا. بتحب اليخني ولا لا؟ ولا ما تعرفوش؟ اه ولا اه ولا لا؟ او لا، خليها ميكس. لا حبيبي كل سنه وانت طيب. تابع معايا اقول لك وصفتك حبيبي. تسلم لاتصالك. ناخد استاذ محمد. اهلا وسهلا يا محمد. الو. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. كل سنه طيب. وحضرتك طيب. انت منين يا محمد؟ ممكن سؤال؟ سؤال ونص. ممكن سؤال؟ سؤال ونص. عايز اعمل الجلاش. الجلاش احلى جلاش ليك يا محمد. ماشي يا حبيبي. الاسئله كترت يا جماعه، نبدا بقى كده نجاوب. بس اخلص بس يا جماعه وربنا ايه يستر ونقدر نجاوب بدل ما الناس تقول لك الشيف هرب من الاسئله. تمام تمام. شايفين كده يا جماعه البصل اهو عندي تمام. اخد منه بقى، اخد ايه كده اهو كده اهو تمام. انا كده عايز ايه اخد طعمها كده اهو واقلبها كده يطلع كده ايه شرايح الجوليان بتاع البصل معايا على قطعه الدجاج اللي معايا او الصدور اللي معايا. معاك خمس دقايق؟ انت بتهزر. انت جاي لي بعد ما اخلص وتقول لي حبيبي يا استاذنا؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ده انا بحبك. يلا كده نشوف يا جماعه. بيقولوا لنا معانا خمس دقايق. جماعه دول ضحكوا علينا اهو، بس برضو الشيف مأمن نفسه عشان محدش يقول علينا حاجه. ادي الرز بتاعنا اهو تمام. وادي الكفته بتاعتنا بنحطها على اليخني بتاعنا اهو بس كده. طب الكفته، اه الكفته يا جماعه معموله بنفس الطريقه اللي انا عملتها كده، ما احنا ما جبناش حاجه من بره اهو بنفس الطريقه. ولكن انا عارف ايه الوقت اللي مش هيكفينا ده، فعشان كده احنا قلنا ايه ننجز ونعمل ونجهز ونرتب حاجتنا معانا. يلا كده نقول بسم الله ونشوف الرز بتاعنا الابيض ايه الجميل، والفراخ بتاعتنا جهزت وكله جهز كده يا جماعه اهو. نقول بسم الله اهو واحده واحده كده واحنا شغالين مع بعض. ادي الرز البسمتي بتاعنا الجميل اهو شايفين. ممكن يا جماعه عشان الرز معايا يطلع ابيض كده وجميل ممكن نص ليمونه بعصرها عليه تمام. وهنا الرز التاني اهو تمام. عشان كده يبقى معانا ايه اكله متكامله وايه والحركات بقى ايه والتكات والدنيا حلوه معاكم وزي الفل كده اهو. خلاص كده يلا كده كفايه عشان نلحق نرتب دنيتنا هنا اهو. برص كده ايه يا جماعه اليخني بتاعي. ادي كفتتي هنا في الجنب ده تمام. وادي لحمه اهو. هي بقى ايه التكه هنا بقى ان انا ايه بدعم الطبق بكل ده اهو اهو. بدعم الطبق بكل ده اهو
بدعم الطبق بالكفتة واللحمة والفراخ. تمام، ادي لحمتنا وادي فراخنا. تمام، الخضار هنجيبه كده هنحطه على جنب، وادي الفراخ بتاعتنا. تمام تمام، البصل بقى الجميل ده كده اهو. يلا كده عايزين نشوف حد يسألني الطعم كده اهو اهو كده. الخضار بتاعنا يا جماعة اهو، هو ده اليخني بتاعنا. نلم بقى دنيتنا كده ونختم حلقتنا ونقول للسادة المشاهدين كل عام وأنتم بخير. وادي الكنافة بتاعتنا، ومعانا طبعا الكنافة ما لحقناش نتكلم عليها، نتكلم عليها في الحلقة الجاية إن شاء الله، ونخلي نخصص وقت أكبر للحلويات نتكلم عليها. يبقى كده عملنا اليخني بثلاث أنواعه، وعملنا الكنافة. تمام، وما ننسيناش التمر طبعا، والعصير التمر الهندي والكنافة. وادي القشطة بتاعتنا اهي كده. خلاص كده نختم، نختم يا جماعة. بنقول لكل السادة المشاهدين كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة. وفي مطبخ